نشرة الأخبار من النبأ والبداية بأبرز العناوين. تجدد الاشتباكات بين قوات حماية درنا وميليشيا الكرامة بمحور الساحل الشرقي، والأخيرة تواصل قصفها العشوائي لأحياء سكنية بالمدينة. ردود فعل محلية ودولية مرحبة بتوقيع ميثاق الصلح بين مصراتة وتورغاء. منظمة حقوقية تطلق نداء تحذيري لكل من ليبيا والجزائر بسبب المعاملة القاسية بحق المهاجرين في أراضيهما. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. أفاد مصدر من مركز طبرق الطبي للنبأ بوصول أكثر من 5 جرحى من ميليشيات الكرامة جراء اشتباكات الساحل الشرقي بدرنا. ويشهد المحور الشرقي اشتباكات وصفت بالعنيفة بين قوة حماية المدينة وميليشيات الكرامة في محاولة للأخيرة التقدم والسيطرة على بعض من الأحياء. وأوضح مصدر من المدينة أن الميليشيات لا تزال تواصل قصفها العشوائي للأحياء السكنية وميناء طبرق البحري، فضلا عن استهداف الطيران الإماراتي لعدد من المواقع وسط البلاد، لافتا إلى أن القصف تزامن مع انقطاع الاتصالات عن المدينة. إلى ذلك، أكد مصدر من مستشفى الهريش بدرنا باستقبالهم 3 شهداء من قوة حماية المدينة قضوا في مواجهات منطقة الساحل الشرقي. إلى ذلك، ذكر مصدر محلي من المدينة للنبأ أن الميليشيات اقتحمت منزل فايز جوال إمام مسجد حمزة بمنطقة الساحل الشرقي. في سياق متصل، أظهر مقطع فيديو متداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي أفراد ميليشيات الكرامة المحاصرين لدرنا وهم يرددون شعارات النظام السابق ويتوعدون أهالي المدينة بدخولها. الله أكبر. أي شيء. هاي حرب. تلف. هاك صور. مقطع فيديو صورنا. أنت مقاتل شرس. إن شاء الله نخش عليه في المداح. دار دار زنق زنق. يتعلم الحرب الخضر يعني. الدوش كان فاتح يا فتح ابدا. ورغم المناشدات المتكررة من المنظمات الإنسانية والحقوقية والمتحدة بإيقاف الحرب على مدينة درنا وتحذيرها من قرب حدوث كارثة إنسانية بسبب الحصار المدينة وقصفها، إلا أن مواقف البعثة الأممية لا تنم عن رغبة في وضع حد للقتال على الأرض. درنا تحت القصف المتواصل ولأكثر من أسبوعين. لم يتوقف عدوان ميليشيات الكرامة على المدينة منذ بداية شهر رمضان، ولم يستثنى منه كل ما يتحرك داخل الأحياء السكنية ليتناوب على المدينة قصف ميليشيات حفتر نهارا وغارات الطيران الأجنبي ليلا، واستمرار الصمت المطبق من البعثة الأممية والمجلس الرئاسي المقترح عن العدوان على المدينة. 4 غارات من طيران إماراتي دون طيار هزت منازل الأهالي في درنا وتسببت في استشهاد امرأة مسنة نتيجة أزمة قلبية، وأدت لأضرار مادية بمنازل وسيارات المواطنين. نقص شديد وغير مسبوق للمياه والأغذية والدواء والمستلزمات الطبية في ظل دخول المراكز الطبية في المدينة في حالة الصفر التشغيلي مع ارتفاع أعداد الشهداء والمصابين يومياً. ظروف قادت الرابطة العالمية للحقوق والحريات لتحميل المجتمع الدولي والبعثة الأممية للدعم في ليبيا المسؤولية الكاملة عن الجرائم التي تقترفها ميليشيات الكرامة في حق أهالي مدينة درنا، وسط دعوات المنظمات الإنسانية للمبعوث الأممي غسان سلامة للعمل على وضع حد عاجل للكارثة التي توشك أن تحل بالمدينة.
بالرغم من كل المناشدات والنداءات الإنسانية يستمر تردي الأوضاع الإنسانية في الظاهرة درنة، وتكتفي الأمم المتحدة بالحديث عن القتال الذي وصل إلى حد غير مسبوق في مناطق مكتظة بالمدنيين كما وصفته لجنة تنسيق الشؤون الإنسانية، دون إشارة للطرف المسؤول عنه أو ضغوط فعلية على الأرض لإيقاف القتال ورفع الحصار. تواصل ميليشيات الكرامة اعتداءاتها على مدينة درنة وأبنائها وسط تخاذل وصمت رئاسي المقترح. التقرير التالي يسلط الضوء على موقف رئاسي المقترح مما يحدث في درنة. ممعن في صمته حيال الجرائم المرتكبة بحق أهالي درنة، حتى بات هو نفسه مدانا حيالها بسكوته عنها. السراج ومجلسه الرئاسي لم يتخذ أي إجراء لحماية مدينة درنة بصفته رئيسا للحكومة المقترحة والقائد الأعلى للقوات المسلحة، كما أنه لم يكلف نفسه عناء مخاطبة أي جهة دولية خطابا رسميا يتعلق بإيقاف القصف والحصار. 14 يوما أو يزيد والمدينة تحت القصف المتواصل، تتعرض للدمار واستهداف المدنيين وقتلهم على يد ميليشيات الكرامة وقذائفهم العشوائية. انتهاكات ممنهجة يقترفها حفتر ضد درنة وسط تخاذل صريح وعبارات واهية لا تحرك ساكنا وتباطؤ فاضح من الرئاسي المقترح. فالمجلس المقترح لم يحتج عبر وزارة خارجيته عند الدول المعنية ولا أمام الأمم المتحدة التي كشفت تقاريرها الرسمية عن تزويد بلدان بعينها لأطراف غير رسمية بالسلاح. ورغم تصدر وقف إطلاق النار جداول المبادرات والاتفاق كلها ابتداء من الإسخيرات حتى باريس، فإنها غائبة دائما في درنة لدى الأطراف المحيطة بملفها سياسيا وعسكريا، لتستمر معاناة المدينة بعد خنق منافذها التي تغلقها ميليشيات الكرامة منذ ما يزيد عن 3 أعوام، مانعة عن نحو 130 ألف نسمة ضروريات الحياة من غذاء ودواء. نجاح المصالحات الكبرى بين مصراتة وتورغاء بعد خصومة دامت 7 سنوات يشكل فرصة لإنجاح مسار مبادرات مماثلة بين مدن ليبية أخرى. التقرير التالي والتفاصيل. أقول كلمة أمام الليبيين وبكل صراحة، صبرتم، لم تنجروا وراء كل ما دعيتم إليه، واليوم إن شاء الله أخذتم الإنجاح. 7 سنوات من خصام الإخوة انتهى بإعلانهما صراحة طي صفحة الخصام وبدء صفحة جديدة من التعايش السلمي. هي المصالحة الكبرى إذن، وتتويج لجهود متواصلة من أعيان وحكماء المدينتين لرأب الصدع رغم تعثرها في محطات سابقة. ولعل أبرز بنود الاتفاق إلى جانب عودة أهالي تاورغاء هي حفظ السلم الأهلي والتعايش السلمي وحسن الجوار، بنود تدلل على جدية الطرفين في إنجاح الاتفاق وتقطع الطريق على كل من يحاول المتاجرة بالقضية واستغلالها سياسيا. وليقطع الطريق على كل من يحاول المتاجرة بقضاياها أو بقضايا الليبيين ليحقق بها مكاسب سياسية أو حزبية أو جهوية إن كانت. يدعم هذا التوجه ما اتفق عليه لحل أبرز الإشكالات العالقة بين المدينتين، وهي البحث عن المفقودين خلال ثورة 17 فبراير، وكذلك عدم إيواء من تطالهم ملاحقات قانونية لمشاركتهم في انتهاكات طالت المدنيين حينها. ترحيبنا بدخولهم لمنطقة تاورغاء منذ اللحظة ترحيب فوري أبداه أهالي مصراتة في بيانهم بتوقيع ميثاق الصلح والعودة الآمنة لأهالي تاورغاء وفق الترتيبات الأمنية واللوجستية، بالتعاون مع المنطقة العسكرية الوسطى ومديرية أمن مصراتة بعد التنسيق مع الجهات الرسمية في الدولة.
الاتفاق الذي جرى وسط حضور كبير من ممثلي المدن والبلديات والتي سبق لبعضها عقد مصالحات مشابهة في حال نجاحه سيكون باعثا لإحلال السلام ونبذ الخلافات والنزاعات المسلحة التي يكون الوطن الخاسر الأول والأخير فيها. هذا وكذا عضو المجلس المحلي تورغا عبد النبي أبو عرابة جاهزية الأهالي الموجودين في مخيم جرابة القطف للعودة إلى ديارهم يوم الثلاثاء. المصالحة لا تتحصل على كل شيء، المصالحة دائما تعطي أشياء وتأخذ أشياء، لا يتحصل أي إنسان في موضوع المصالحة على ما يريده بالكامل، بل هناك أمور قانونية بإمكانك أن تتحصل عليها بالقانون، ولكن بالمصالحة عندما تكون هناك مصالحة الكل يتنازل. توقيع أهالي مدينتي مصراتة وتورغا اتفاق صلح يأتي عقب دعوات من رجال الدين ودعاة في البلاد لمصالحات وطنية شاملة تنهي حالة الانقسام والتفرقة. اتفاقية للصلح وقعها أهالي مصراتة وتورغا كاشفين عن بداية مصالحة شاملة لبلاد عانت ويلات التفرقة ومزقتها النزاعات والحروب، ورغم ما حققته من سد لفجوة ظلت ترهق جسد الوطن وتؤلمه لسنوات، إلى أنها جاءت تكملة لمبادرات عدة شملت كل أرجاء البلاد دعا إليها مشايخ الدين والأعيان والحكماء. أنا ذهبت بنفسي إلى مصراتة وألقيت محاضرة في المسجد العالي 2012، وفي ذلك الوقت كانت الدنيا ساخنة، وتكلمت مع أهل مصراتة علنا، ويمكن أكثر من 1000 ولا 2000 واحد حاضرين في المسجد، وفي ذاك الوقت أبن مصراتة كل كلمة واحدة ولا يستطيع واحد أن يفتح فمه ويكلمهم في مسجد تورغا. المصالحة الوطنية رسالة سعى العديد من رجالات البلاد لإنجاحها، فكان لدار الإفتاء الليبية برئاسة الشيخ الصادق الغرياني الدور الأبرز في ذلك، حيث دعت في أكثر من 30 بيان لها لمصالحة حقيقية تبنى على أساس العدل. المفتي العام لليبيا طالب في عدة مناسبات جميع الحكومات في البلاد إلى العمل على مبدأ المصالحة باعتباره السبيل الأمثل للخروج من الأزمة، إلا أن مطالباته لم تجد أدانا صاغية. دعوات دار الإفتاء تزامنت مع ما انتهجه عدد من الدعاة ورجال الدين في البلاد الذين كان من بينهم عضو الأمانة العامة للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين علي الصلابي، الذي ظل يبادر مرارا وتكرارا في تواصله مع الأطياف الليبية لبناء مصالحة شاملة بين أبناء البلد الواحد. لا مستقبل لدولة القانون، دولة الحرية، دولة حقوق الإنسان إلا بإنجاح مشروع العدالة والمصالحة الوطنية. الدكتور علي الصلابي وجه في أكثر من خطاب له دعوة الليبيين للالتفاف حول مشروع وطني جامع يبنى بأيادي الليبية ويقطع الطريق أمام أي أجنبي يسعى لتحقيق مصالحه التي لا تصب في مصلحة البلاد. شخصيات دعوية وأخرى دينية حاولت بالكلمة الصادقة لما شمل الليبيين مضرهم في ذلك رفض البعض للصلح، في وقت استغل بعض الساسة تلك الخلافات في مصالحهم الشخصية الضيقة. كما ثمن رئيس المجلس الرئاسي المقترح فايز سراج توقيع على ميثاق المصالحة بين تورغا ومصراتة. وأعرب سراج في بيان نشر على صفحة المجلس على الفيسبوك عن أمله في أن تكون عودة أهل تورغا إلى مدينتهم بداية لعودة جميع الليبيين النازحين داخل البلاد وخارجها إلى مدنهم وبيوتهم. بدوره بارك حزب الوطن المصالحة بين مدينتي مصراتة وتورغا، وطالب عضو الهيئة العليا للحزب جبريل الزوي في بيان تسلمت النبأ نسخة منها المجلس الرئاسي المقترح بالالتزام بتطبيق الاتفاق. ودعا البيان الأطراف السياسية إلى تسوية سياسية تؤسس على علاقة قائمة على التسامح والعدل والسلم الاجتماعي. وفي ردود الفعل الدولية بشأن اتفاق المصالحة رحبت دولة قطر بالاتفاق الموقع بين مدينتي مصراتة وتورغا داعية إياهما إلى التمسك بالإيجابية وعدم الالتفاف لمحاولات إفشاله. وأعربت قطر في بيان نشر على موقع وزارة الخارجية عن أملها في أن يكون الاتفاق بداية لإخلال السلام والاستقرار والنظام بين المدينتين وبداية لإرساء القانون. طالبت قطر المدينتين بالتطلع للمستقبل المشترك ووضع حقوق أجيال المستقبل نصب أعينهم وهم يسيرون في طريق تنفيذ الاتفاق وفق نص البيان.
تلقى المرصد الأورو متوسطي لحقوق الإنسان ومركز القانون الدولي الإنساني نداء تحضيريا لكل من ليبيا والجزائر بسبب المعاملات القاسية والإهمال بحق المهاجرين الأفارقة في أراضيهما وعلى حدودهما. وسندت المنظمتان إلى عدة شهادات موثقة لمهاجرين من جنسيات أفريقية مختلفة تعرضوا لمعاملة سيئة في ليبيا، حيث وثقتا تعرض مركبة تقل عددا للمهاجرين بالكفرة للقصف من قبل طائرة قال السكان إنها مصرية. وأكد البيان المشترك للمنظمتان تعرض المئات من المهاجرين للاعتقال التعسفي والاحتجاز القسري ودفع العشرات منهم للقتال مقابل المال في سبها. النشرة مستمرة وفيها بعد قليل. مصرف سوسيتي جنرال الفرنسي يتفق مع السلطات الأمريكية والفرنسية لتسوية تحقيقات تعاملاته في ليبيا. أهلا بكم من جديد. أعلن مصرف سوسيتي جنرال الفرنسي توصله إلى اتفاقات مبدئية مع السلطات الأمريكية والفرنسية لتسوية تحقيقات تتعلق بتعاملاته في ليبيا. وأضاف المصرف وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الفرنسية أن الغرامات التي ستستند نتيجة لهذا جرت فعلا تغطيتها بمخصصات سابقة وتسجيلها في حسابات المصرف. وكان بنك سوسيتي جنرال اتفق في العام الماضي على سداد مليار يورو لتسوية نزاع استمر طويلا مع المؤسسة الليبية للاستثمار. أفاد مصدر مقرب من مدير مكتب حزب الوطن في صرمان المرشح والسابق عن المدينة في انتخابات المؤتمر الوطني عبد الناصر السعداوي باستمرار اعتقال السعداوي من قبل قوة الردع بطرابلس دون توجيه أي تهمة له. وقال المصدر للنبأ إن السعداوي المعتقل لدى قوة الردع لم يحقق معه في أي قضية ولم يحال للنيابة العامة. هذا وكان السعداوي قد اعتقل في سبتمبر من العام الماضي وجرى تسليمه لسجن قوة الردع بقاعدة مايتيغا قبل 3 أشهر. أعلن جهاز تنفيذ وإدارة مشروع نهر الصناعي إعادة صيانة صمامات العزل الخاصة بخط الجربولي. وأضاف الجهاز عبر صفحته على الفيسبوك أن فريق الصيانة التابعة لإدارة قامت كذلك بصيانة صمامات الغلق الرئيسية لخزان الموازنة بالجربولي. وأكد الجهاز أن المسار الشرقي جاهز للتشغيل في انتظار استقرار الإمدادات من حقول الآبار التي يتوقع فتح مسارها خلال اليومين القادمين. نظم المجلس الاجتماعي في غات وقفة احتجاجية على تردي الأوضاع المعيشية لسكان المدينة وخاصة انقطاع الوقود وغاز الطهو عنهم لأكثر من 7 أشهر. وطالب المحتجون في بيان لهم السلطات الليبية والمنظمات الإنسانية بتحمل مسؤولياتهم ورفع المعاناة عن أهالي المدينة. أعلنت نقابة المعاملين بجامعة بنغازي العصيان المدنية اليوم الأحد داعية جميع الموظفين إلى إيقاف العمل حتى تصرف مرتبات العقود المتعثرة على إدارة الجامعة منذ عام 2014. وطلبت نقابة في بيان لها إدارة الجامعة بصرف مستحقات الموظفين بداخلها في منظومة وزارة المالية إسوة بالمكونات الأخرى بالجامعات الليبية. وأرجعت النقابة أسباب العصيان إلى استنفاد كل الطرق الإدارية في مطالبة حقوق العاملين الذين لم تصرف مرتباتهم منذ عام 2014 فضلا عن عدم صرف العمل الإضافي وغيره من المستحقات من المدة نفسها.
يشهد مجمع الثقافة والدعوة الإسلامية بالعاصمة طرابلس مسابقة تحبير القرآن الكريم واستذكاره في دورته السادسة تحت شعار كتاب الله يجمعنا. جانب من المسابقة يستعرضها التقرير التالي. مسابقات قرآنية في هذا الشهر الفضيل تعنى بالقرب إلى الله وتبادل الخبرات المكتسبة بين الإخوة. مسابقة تختلف عن بقية المسابقات في دولة ليبيا لأنها مسابقة مفتوحة دون قيد أو شرط في مراكز تحفيظ القرآن الكريم، ليس هناك أعمار تحدد، متروكة للكبار الصغار لربات البيوت، الكل له مساحة وفضاء للتنافس وإثبات وجوده من خلال حملة لكتاب الله، لأنه في ذلك فليتنافس المتنافسون. مسابقة تحبير القرآن الكريم واستذكاره انطلقت تحت شعار كتاب الله يجمعنا بالاشتراك مع كلية اللغات لجامعة المرقب وتنظيم من قبل الرابطة الليبية لحملة القرآن الكريم وقرائه. التحبير الذي يعتبر تزيين وتجميل وتجويد القرآن كان هدف هذه المسابقة التي شارك فيها قرابة 600 فرد بين بنات وبنين شملت مختلف المدن الليبية مع مشاركة مؤسسات خاصة عملت على توفير مكان للوافدين من مسافات بعيدة. الهدف من مشاركتي في المسابقة الكريمة والجليلة هو تطبيق لقول الله عز وجل وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، ولكي تزيد مهاراتي وخبرتي في المسابقات ولكي ارفع اسم بلاد المشرف ليبيا. قال الهدف في مثل هذه المسابقات هو التواصل المثمر والتعاون البناء والتآخي الحق والتعاضد والمودة والمحبة في الله بين الناشئة والشباب وكل أبناء الأمة والالتقاء على مائدة القرآن الكريم مما يعود بالنفع على المجتمع كله. نهاية النشرة وأبرز ما جاء فيها من عنهم. تجدد الاشتباكات بين قوات حماية درنة وميليشيات الكرامة بمحور الساحل الشرقي، والأخيرة تواصل قصفها العشوائي لأحياء السكنية بالمدينة. ردود فعل محلية ودولية مرحبة بتوقيع ميثاق الصلح بين مصرات وتورقاء. منظمة حقوقية تطلق نداء تحذيري لكل من ليبيا والجزائر بسبب المعاملة القاسية بحق المهاجرين في أراضيهما. كما تابعتم في النشرة أيضا، مصرف سوسيتي جنرال الفرنسي يتفق مع السلطات الأمريكية والفرنسية لتسوية تحقيقات تعاملاته في ليبيا. شكرا لكم على طيب المتابعة.